شاء الله طيب والباقي موجود. 161,000 161,000 اليوم 805 واقنا تعبانه خالص قلنا التجار اللي جاي صار على مليون مليون على بعضنا وهذا الحاله صار مليون و100 على الرجال هي على الرجال باع اشتروه ولد سويدان ب 850 صار يوم الاربعاء 325 واليوم ما صار اليوم اسعار كويسه يا ما شاء الله 250 المليون نص الجوز 133,000 الوحده وهاي 187,000 مليون بدلة حياك الله شلونكم مليون بدلة لها هذا يعني من ال 15 لل 20 يعني من المليون ونص للمليونين وراك يقولوا لي خمسة ترى عمر حكاية انا عارف ندلل مشاهدي ومتابعي قناة سوق المواشي في سوريا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد ماذا صارت الفطيمة أيضا؟ 350 يا عم 350 350 تمام؟ الله يسلمك شلونكم؟ شلون السوق اليوم؟ إن شاء الله تمام إن شاء الله طيب والباقي موجود ان شاء الله شو بيش صارت الحلال هاي؟ هاي صارت 150 150 ان شاء الله صارت مزاد على 150 راعية ما يعرفها ما انباعت والفطايم ذنب ايش؟ انباع عن بيع وشراء 122,000 122 في جوزة شباش هذنب على مليون 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 ما شاء الله جنية مهنة تعال ابو عماد نشوف الجوز هذا صار مليون هذا الحال عطوني فيه مليون وخمسين ألف تريد الجوز عندك على الجوز تريد هذا الحال هذا كنت مريده مليون ومئتين والله صار مليون ايش عندك يا مئة ألف عماد عندك عليه شيء صار مليون ومئة ألف راعي وانس انت حقين راعي وكفال شوفوا إذا يسمونهن على قديش أبو عماد؟ صار على مليون مليون على بعضنا وهذا الحالة صار مليون ومية على الرجال هي على الرجال ها؟ إيه على هي بعلم 200 قبالي على راعي لا تنهب ال 100,000 ما تخسر جدي بلايا قول يا الله مليون و200 إذن الفطايم هاي 186,000 ومتابعينا نحن الآن في ربج أبو فيصل يطلعنا على أسعار الحلال أبو فيصل شلونك إن شاء الله تمام الحمد لله بخير وصحيح ليش صارت؟ ليش ما صارت كل شيء؟ هاي بعناها 161,000 161,000 ألف إيه طيب أبو فيصل هذا النبي صار هذا النبي هاي صارت هاي ومتابعينا 180,000 180,000 فطايم هاي بيش ابو فصل هاي 186,000 186,000 ايوه فطايم لحم 186,000 انباعت ابو فيصل مو؟ لا والله ما انباعت ما انباعت بس هاي يسوونها من 118,000 اي ابو فيصل هاي 118,000 فطايم ماشي ابو فيصل جزاك الله خير حياك الله وياك بعدين انباع مليونين ونص واليوم 850 اليوم 850 واقنا تعبانه خالص قلنا التجار اللي جاي ركب ايوه وين راعيو؟ راعيو الاساسي هنا موجود اما ما تشبش لا يعلى عليه تفرج عليه ما شاء الله ما شاء الله من ال 4000 ريال على المليونين ونص على 850 شلون صار ب 4000 ريال يعني شنو قصدك؟ مشتري راعي وقديم ب 4000 ريال على كلامه ان انا اخاف الله رب العالمين أيوة. دخيلنا الله وبعدين هسه اخر شيء صار اخر شيء انباع اشتروه ولد سويدان ب 850 عرفت علي شلون؟ والله الله يطلع على البركه هذا كمول اذا ما حياتي لك والله هاي سامن 280 هذا بيش ابو نجم هذا سامن لسه على باب كريم على باب كريم هذا سامن 280 عند الغنم من مر هذيش انباعت 100 خرفان 35 هاي خرفان هاي 100 هاي بيش صار 280 280 نعم
208 208 انباعت 135 135 في طايف انباعت 100 135 24 في قيمة انباعت 135 نعم اسواق جمة سوق جمة سوق جمة نعم مشاهدينا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا نحن الآن في ربج أبو نجم. يلا شوفوا لي هالمعوز هالمعوز أصفور 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 هذا خارو صار يوم الأربعاء صار يوم الأربعاء 325 واليوم ما صار اليوم ما صار لا لسه ما صار ماشي أبو نجم جزاك الله خير جزاك الله خير هلا بيكم. شلونك؟ ان شاء الله تمام. شلون امورك؟ الله يسلمك. شلون السوق اليوم؟ ان شاء الله زين. اسعار كويسه يا ما شاء الله. بايش صار انا الكباش الحلوه؟ 750 مليون ونص الجوز مليون ونص الجوز هاي صارت 110000 يا ابو هي هلا 100 هاي الغنم صارت 200 هاي 110 ابو محمد طلع 200 وشن عليك هاي 125 205000 صار 200 205000 الغنم هاي انباعت 120 400 بقى 3 205000 على هالرجال مو على ابو طلال على ابو طلال حياك الو طيب نكمل ابو محمد والله عندي خير ودحجه ابو محمد الغنم هاي انباعت 120 هذا هاي 120 هذا وهذا النيش نعم هذا النبي ايش ابو محمد؟ هذا وهذا حجب هاي رداهم باربعة ونص هاي وهاي 450 اثنين هم؟ اي اثنين هم يعني 225 225 هذا انباع 450 مفتوك 450 مفتوك مفتوك هاي ذمة الحال 175 175 هي رداها هاي دحجب 110 رداها 110 القلمي هاي دحجب محمد تعال على كرفان هاي مو؟ صارت 275 275 كل شيء كبير طلعوا غالي يلا سوامها موجود راعيها ميت 275 يلا إذا كرفان 275 عواد 333 الوحدة وهاي 187 هاي 187 مو؟ 187 القلم هاي انسامت والله ابو القلم هاي صارت 235 235 الف 235 ما شاء الله السلام عليكم شلونكم؟ ان شاء الله تمام الله يسلمك ليش انباع هالكبش الحلو هذا؟ خذته ب 8 ونص 850 كفالة مو؟ ما عجوز سنه شنو سنه؟ قحم قحم اول سنه قحم ما شاء الله يعني 850 حقه مليونين هذا حقه مليونين حقه مليون حقه مليون وسعتي هلا لا تدحش اللي اللهم صل على محمد. يا اخوي 37 هاي حاطه هاي ولاده هاي ولاده ابو ابراهيم حليب كثير قول الواحد حليب كثير شباب قول كثير ابنك قول كثير 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 حليب كثير هاي رغوث وهذا حوليها ولدها ذاك 46 بجرى يا ابو بجرى وسط وسط ما عم يا سكره ولا زين فوق 15 كيلو تقرا تقرا ما تقرا بكيفك انا ما بدي هسه 46 46 يا جماعه هاي رغوث شوفوا على الحوش شوفوا على الحوش يا ابو ابو حاتم 46 حليب جدير حليب 15 تقول لك لا انا قال رضا بسوق لا حد يقول لي انا يقرا يطلع ولا لا يقرا بكيفه هو يشوف الصدق لم يوصلها البيت على شيء 15 يا يظل يجي على الربج هذه يا عمر يا بحياته بعدي بعدي عاود على الربج ايوه 46 46
46 هذا حولي ضربون في معان 46 هذا حولي 47 47 يا ابو كمال كمال 47 حليب 15 انا حليب كبير وانت هذا حولي 47 شنو 5 ملايين وياك يقولوا لي 5 ترى ما الحكايه ده انا عارف ندلل 47 ربع 47 وربع من قال ربع ترد شوفك من هو فغم انت على عيني انت على عيني على عيني على عيني طاقيتك ليش يسمون هاي حجي ليش يسمون البقره هاي 3 ملايين و500 القرار أقوث كفالة 3 ملايين 500 وموفق شلونك إن شاء الله تمام مليون بدلة حياك الله شلونكم مليون بدلة لها إن شاء الله هاي 810 ودلالة مليون بدلة لها مليون بكل شيء هاي 810 ودلالة 800 حولي 800 ليش حوالي 450 بيقتك هاي عندك هاي بابي هاي عندك ابيع 400 ودلاله بيع بيع شلونك شنو وضع هاي البقره هاي وضعها بالعه بالقص عشارة بالتاسع ايش يريدونها يريدون والله يريدونها ب 600 700 ودلاله اما صارت 400 ودلاله يلا يا شباب 400 ودلاله هاي الحوليه هاي بيش هاي الحوليه هاي 850 825 هاي 825 825 يا شباب 825 بدلاله خالد الميتون 825 يا شباب 20 ودلالة الجبة كفالة عام 21 ودلالة يا شباب أبو عزام 21 ودلالة يسمون الجبة كفالة عام 21 ودلالة 21 ودلالة هالجبة يا شباب السلام عليكم شلون تمام شلون اسعار هالعجول هاي والله افيون مو يعني مثل العجل هذا ايش قد سعره هذا هذا يعني من 15 لل 20 يعني من المليون ونص للمليونين يعني اصغر هذا ب 15 هذا لنا مليون هذا لنا اين الاول والاخير هذا لنا بال 20 هذا مليون يعني مو ايه ما شاء الله لا يصابك إذن عجول من المليون ونص للمليونين أسعار مرتفعة بالنسبة للعجول